نمشي به ونعيد أصايلنا لراضيها حبناها للركب ومعازيبه رسومنا تعرف بساميها من تكسب المركب وتجيبه بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنك يا ربنا نطلب السداد والتوفيق والنجاح متابعينا الكرام من هنا من على أرضية هذا الميدان ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة أحد أشهر الميادين وأعرقها في هذا العالم الساحر سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام نلتقي بحضراتكم في صباح يوم السبت وفي 12 من أغسطس لعام 2023 للميلاد في هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات سن الكبار سن الإبداع وسن الإبهار سن الحول وسن الزمول ومن مسافة 5 كيلومتر هي المسافة التي قررت لهذا السن ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 5 المقام هنا في الطائف عروس المصايف على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط الرئيسي للزمول في هذا الصباح وهذا الشوط يضم في طياته نخبة من الأسماء والشعارات التي لطالما صالت وجالت في كل المهرجانات وفي كل الميادين نبحر مع أول الأسماء المتقدمة وأول الشعارات المنطلقة مع المركز الأول يتقدم هملول بشعار بن مهيرة حمد بن سعيد بن محمد الجربوع المري هو المتقدم مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط المركز الثاني القادم موفق مع المركز الثاني سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف هو المتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات الجمس بشعار حمد بن غانب بن سلطان الهديفي هو القادم مع المركز الثالث مع انطلاقة شعاره والمركز الرابع القادم بكل قوة وتابع الوصول وتابع القدوم من قبل المغزل لفهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من يقدم شعاره وانطلاقة المغزل للمركز الخامس المركز الخامس مشكور لحمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي هو القادم في هذه اللحظات مع 5 المراكز ومع اندفاعة مشكور بالمركز الخامس بشعار بن بيشان مقدما لنا مشكور مع المركز الخامس إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل نداؤنا الأول للمراكز المتقدمة أتممناه على مسامعكم ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول إلى هملول مع مقدمة هذا الشوط حمد بن سعيد بن محمد الجربوع المري يتقدم مع المركز الأول ويندفع في هذا المسار مع هذا الشوط الرئيسي لسن الكبار يتقدمون الكبار كأمثال شعار بن مهيرة هو المتقدم بالمركز الأول مع انطلاقة هملول بشعار في هذه اللحظات من يقدم لنا هملول وانطلاقه بالصدارة حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري والقدوم والوصول من الجانب الأيمن القادم بكل قوة أحد الأسماء المتميزة والشعارات المتقدمة في هذا المسار والمرشحة لنيل هذا الشوط بالفعل وصل وتقدم وتسلل المغزل وتقدم قدم في هذا العائلة المركز الأول فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يقدم المغزل تقدم وانفرد مع صدارة هذا الشوط واندفع بالمركز الأول المركز الثاني هملول بشعار بن مهيرة والقادم مع المركز الثالث حمد بن غانب بن سلطان الهديفي هو القادم مع انطلاقة الجمس مع المركز الثالث والمركز الرابع قدم في هذه اللحظات شعار الشريف مع
انطلاقة موفق سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف من يقدم لنا شعاره وانطلاقة موفق بالمركز الرابع والمركز الخامس وتابع القدوم وتابع الوصول من قبل هذا الشعار وصل مشكور وتقدم مشكور لحمد بن محمد بن فهيد العجمي قادم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق والاندفاع بالمركز الخامس يتقدم شعار بن بيشان مع خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام مستمعين الأفاضل نداءنا الثاني للمراكز الأهم والأبرز والأخطر في هذا الشوط أتممناه على مسامعكم، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى من تقدم وانفرد واندفع مع المركز الأول. المغزل، المغزل هو المتقدم مع المركز الأول مع الصدارة والقيادة السليمة. يتقدم بن بيشان مع المركز الأول، فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي هو المتقدم مع اندفاعة هذا البطل وانفرادته بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. يتقدم المغزل وهذا الاسم الرنان من يندفع مع المركز الأول. المغزل، المغزل لحمد بن فهيد بن بيشان وفهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني شعار سفر بن عقاب الشريف قادم مع موفق ومشكور بشعار حمد بن محمد بن فهيد العجمي قادم، والوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل شباب. وصل شعار العويسي وتقدم شعار العويسي، وصل في هذه اللحظات شباب بشعار عامر بن حمد بن حميد العويسي والأسماء التي بدأت بالظهور وتابع القدوم من الشلال لهم بسعد بن طالب الفهيدة المري هو القادم، ووصل مبلش في هذه اللحظات زيد بن باز بن عبد الله بن آل زيد الشريف من يتقدم في هذه اللحظات، والقادم في هذه اللحظات مبلش مهدي بن حمد بن فارس المنجم اليومي هو القادم، وتابع الوصول وتابع القدوم من قبل منادي لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني. نكتفي بهذا النداء ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول مع افتتاح الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير والمثير. تقدم المغزل في هذه اللحظات، اندفع مع المركز الأول. المغزل، المغزل هو المتقدم والمنطلق مع المركز الأول. يتقدم المغزل لفهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من يتقدم مع المركز الأول في هذا المسار بكل عزم وإصرار. هو المتقدم بالإنجازات وبالبطولة مع المركز الأول، ولكن القادم العويسي هو القادم مع الشباب عامر بن حمد بن أحمد العويسي يصل مع المركز الثاني، والقادم بكل قوة ملبي محمد بن خليفة بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي هو القادم، وشعار المنجم قادم مع مبلش، ولكن المغزل، المغزل، المغزل يا سلام على هذا الانطلاق، الاندفاع مع آخر الأمتار بشعار بن بيشان، ولكن يا بن بيشان شعار العويسي والله ما من أمان قادم بكل قوة مع شباب، شباب، شباب هو القادم بكل قوة. عامر بن حمد بن حميد العويسي تسلل مع آخر الأمتار، مع آخر الأمتار انطلقوا أبناء السنطرة مع انطلاقة هذا البطل. إذا متابعينا الكرام التهاني والتبريكات لمالك الشباب، تهانينا، تهانينا يا أبو حمد على هذا الفوز، تهانينا لعامر بن حمد العويسي على هذا الفوز، مشكور يا ابو حمد، حمد لله على هذا الفوز وعلى هذا الانجاز. المركز الثاني وصل المغزل بشعار فهيد بن محمد العجمي، وثالثا مبلش بشعار مهدي بن حمد بن فارس آل منجم. المركز الرابع شعار في هذه اللحظات من احتل المركز الرابع في هذا الشوط، شعار بن غدير بالفعل من احتل المركز الرابع في هذا الشوط. المركز الخامس من نصيب ملبي لمحمد بن خليفة بن محمد بن ضاحي العميمي من قدم لنا شعاره مع المركز الخامس. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك شباب على هذا الفوز، تهانينا لعامر بن حمد بن حميد العويسي على حصول شباب بالشوط الرئيسي للزمول، تهانينا وألف مبروك لك يا أبو حمد على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز بالشوط الرئيسي. لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار والتوقيت الزمني 8 دقائق 18 ثانية و5
و85 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني المغزل لفهيد بن محمد بن فهيد العجمي 8 دقائق 21، 46 جزء من الثانية. المركز الثالث من نصيب مبلش لمهدي بن حمد آل منجم اليامي 8 دقائق 24 51 جزء من الثانية. المركز الرابع من نصيب حبشان بشعار سالم بن راشد بن غدير الاكتبي. والمركز الخامس من احتل المركز الخامس في هذا الشوط ملبي لمحمد بن خليفة بن محمد بن ضاحي العميمي. نعود بالتهاني والتبريكات لمالكي شباب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بالشوط الرئيسي وفي هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. حضروا أبناء السلطنة مع هذا الشوط الرئيسي، تهانينا وألف مبروك لمالكي شباب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لعامر بن حمد بن حميد العويسي على حصول شباب بالشوط الرئيسي في هذا الصباح. متابعينا الكرام، أشواطنا مستمرة وتحدياتنا مستمرة في هذا الصباح. أنقل الكلمة والمايك للزميل المبدع والمتألق بسام العطوي معلقا وواصفا على أحداث ووقائع شوطنا القادم.